خاضت روسيا العديد من الحروب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. قاتلت بشراسة في الشيشان وداغستان، وانخرطت في نزاع مسلح مع جورجيا، ثم كان ما حدث في أوكرانيا. وها هي ترسل اليوم طائرات توبوليف القاذفة لحماية مصالحها في سوريا، تحسبا لأي حماقة قد يرتكبها أردوغان وعصابته المحتشدون على الحدود السورية التركية. ترسم الآلة العسكرية الروسية حدود النفوذ والمصالح، وتنعكس التحديات التي تعيشها الأمم المحاربة على سلوك مواطنيها. دينيس ياكازنتسيف، ملازم في الجيش الروسي من دائرة موسكو العسكرية، كان ينتظر الفالنتاين ليطلب يد حبيبته، فاستقدم زملائه الضباط كوجهاء، وهم يمتطون 16 دبابة T-72 مطهمة. يسألون ألكساندرا الخطيبة المغناج قبول يد وقلب قائد الفصيل. اصطفت الدبابات على شكل قلب كبير، طبعا ليس أكبر من قلب قائد الفصيل الفتي، ولكنها رسمت ملامح الحب المحروس بالدبابات كالوطن الممهور بدماء الضحايا الروس في كل الحروب التي خاضوها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي إلى ما بعد الخلاص من الإرهاب الإخواني في سوريا. إرادة الحب تنتصر على آلة الحرب أحياناً.